السلام عليكم بنات خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير صحيحه هانين سانك سان، كلشي بخير ان شاء الله تكون. هاد دخل عليكم هاد الفيديو ديالي، يلقاكم بخير وفي الصحه والعافيه نتوما وليداتكم، امين يا رب العالمين. المهم بعد ما درت لكم يا اختي جوج ديال الماسكات اللي هما ديال التقشير وتبييض الوجه، اليوم غادي ندير لكم واحد الحمام بخاري اللي حمام واعر واعر. انا شفت الناس قليله اللي كطرى ليه، انا قلت علاش لا نديرو. بعد ما انا كنت عرفوني عرفت لكم بنتي كبير، انا كنت خدامه في الساونا، الشغل ديالي والحرفه ديالي هي الرياضه والساونا والجكوزي، رياضه المراه بالجمهوريه الليبيه. هذا هو عندي خبره شويه، غادي نعطيكم معلومات ديالي العامه اللي هي على البخار، الحمام البخاري اليوم ديال الوجه ديالنا، ماشي ديال الوجه، ديال الوجه ماشي ديال الجسم، عفوا ديال الجسم ممكن ديال الوجه. غادي تشوفي معنا اختي هنا اش عندنا اليوم، واش غادي شيبات الجليك، وراه هادشي كله طبيعي وموجود من البلاد ديالنا. معروف راجلي ان منطقه ترنوفو من في البوسنه الجبليه اللي هي ايدما اللي كانت، غادي نعطيك واحد نظره سريعه. منطقه ايدما هذيك اللي كانت في الالعاب الاولمبيه في 84، كان كيرأس تيتو ديك الساعه يوغوسلافيا السابقه، وكان جمهوريه يوغوسلافيا قبل ما تستقل عن نفسها وتقسم سته دولات اللي هما قلنا في سراييفو، البوسنه والهرسيك، صربيا، كرواتيا، مونتينيغرو هو الجبل الاسود، البانيا وسلوفينيا. المهم هذا العشوب هذا اللي كتشوفيه الطبيعه، وراه هنا عندنا مجموعه نتا حنا في البلاد، راه عندنا كلشي كما كتشوفيه. المنطقه معروفه منطقه ثلجيه وبارده في اوروبا كلها ياكي. المهم كيشدوا اختي كي كيجوا في البرد شهر 9 ولا 10 كيمشيو داك الجبال كيف ما كتشوفيه، عندهم داكشي طبيعي ماشي بحال الفلترات ديالنا هما، بلاد الفلتر اللي كتكوني تشوفيه بحال داكشي ديال التيبلون وداكشي اللي كتشربوا فتيات، وهاد الخنيشات هادو ما كيمشيوش، راه حنا عندنا هنا كلشي تيكرموه طبيعي. وانا غادي تبقاي معايا وغادي نوريك اليوم الحمام البخاري اللي غادي نديروه للوجه ديالنا، بخاري نقطو به البشره ديالنا بعد ما كتكوني هذيك الشمس كتحرقي في الشميشه ولا كتكوني جايه من البحر. المهم اللي وجهك تيكون حالته حاله ما فيه الشوف شوف لا كريمات ولا حتى حاجه، قبل ما ديري حتى الماسك كتدخري كديري واحد الحمام بخاري للوجه ديالك، اللي كتاخذي واحد الطنجره وتغلي فيها الماء، راه انا حطيت طنجره كتغلي في البوطه الماء كتخلي حتى تيغلي مزيان، وغادي نرمي فيه هذه المسائل اللي كتشوفي فيها الطبيعيه. عندنا النعناع هو قطعتو لك دابا بلا افتخار، عندي لافا النعناع هو على مزينه التفاح النعناع ديالنا. عندنا المعدنوس هو كتعرفي المعدنوس ديالنا، لا ماشي معدن عفوا، هذا الليمون هو، هذا الليمون كيدار حتى الاتاي اللي كتوجعوا بطنه ولا شي حاجه كيدير هذا، هو اللي غادي ندير لك هو في البخار ديالنا في الماء. وهذا عندنا المعدنوس هو هو على مزيناتو، وغادي نجيك هنايا اختي وغادي نقول لك هو بحال فليو، راه عندهم واحد النعناع زوين كبير وفي الوريضه هي مداديه عمتي، وعنا هنا هي هو مجفف، هذا الليمون اللي كتبت عليه هو هذا هو هو قطعته لك دابا من الجريده، هو واحد اللي كنجفوه لان المنطقه معروفه في البرد كيجفوا كل الخضره وكيجفوا الاتاي وكلشي، لان في الثلج وقت البرد ما كاين والو ديك الساعه، ماشي بحال دابا في الصيف ثاني وكيديروا نفس العمليه وكياخذوا كيجدوا الخضره ديالهم والاتاي اللي كيتشربوا في البرد وقت الثلج ديال الباطون ديال المعده اللي بغيتي موجود الحمد لله. وهنا عندنا اختي هي الزعتره، ها هي الزعتره ديالنا ها هي، وعندنا هنايا كيف ما كتشوفي مكرمينو ها هو هذا الجاف ها هو هذا النعناع ديالنا، وهذا ها هو تا هو بحال النعناع اللي عندهم تا. وهنا الحاجه المهمه اللي غنجيك ليها هي اختي هذه هي الكاميليتا الكاموميليا، راه هي الزهره ديال البابونج، كتكون زهرة بيضاء وكتكون صفراء على مزينتها وريحتها واعره تا هي، ما نقولش لك على البابونج الكاميليتا، راه هي معروفه عندنا في البلاد بابونج. المهم اختي خليك معايا هناك الطريقه. وعندنا هنا الوريدات، هذا القرنفل عندهم في سراييفو راه هو على مزيناته، دابا راه وقتو مشى راه مصوره، غادي نلوح واحد الفيديو في الطبيعه باقي ما لحقتوش ان شاء الله باذن الله. وهذو الوريدات عندهم بحال قلت احنا عندنا الورد كنديروا الريحان كندير، هما عندهم الوريدات فيهم الريحه ها كنتي تكرموا تاهما تيخدموا بهم. وهنا عندنا الكونيتسا هي راه تاي كتشرب هذا الشيء الطبيعي اللي وريتك، راه كلها كتشربها تاي وكتمشي في البخار كنديروها حمام بخار ما تخافيش، هذاك الشيء كلشي طبيعي هو. وعندنا اختي كيف ما كتشوفي ها هو مجفف حتى هو بحال تقولي النعناع، ولكن ديالهم هما ولكن حتى هو فيه الريحه. ودرت لك هنا واحد الحبيبات ديال القرنفل ديالنا، انتي عندنا حنا القرنفل ها هو مسمرات وهما عندهم قرنفل كتيجي ها هما وريضات على مزيناتهم فايحين ريحتهم واعره. وان شاء الله غنديروا هذه المسائل اللي شتيها كلها، غادي نحطوها في الطنجره اللي كتغلي الماء ونديروا البخار لوجهنا ان شاء الله،
باش نفتحوا ديك النسمات وديك الحبوب اللي كتكوني باش تكعبي في وجهك كتكعبي بحال كحبش باقا تبقاي ديري يديك ما ديريش يديك وما كانش الحبوب راه تيجي وقتو تيمشي مع السن المراهقه مع الشباب والمهم ما ديريش حتى حاجه في وجهك تبقاي تعبي فيه المهم كديري بخار وكتفتح النسمات كتاخذ واحد القطينه صغيره وكتمسحي والعمليه كتاخذ مثلا كتقولي 10 دقائق حتى 15 دقيقه وديري فايطه ما تخليش البخار يتسرب ماذا بك ما يتسربش البخار لا يمين لا يسار كتغطي وجهك وكتحملي وعاد كتسخني مزيان كتحيدي وجهك ثاني وكترجعي نفس العمليه ديرها ثلاثه المرات حتى تشوفي تحسي براسك راه المسامات فتحوا ديال الوجه ديالك وكتعاودي كتمسحي شي قطينه وكتمسحي وخليك معايا وغنوريك الطريقه وندوزو للماء ديالنا اللي كيغلي هانتي هانتي كما كتشوفي الطريقه النهائيه ديالنا هي هي ديال الاتايات اللي درنا الشايات اللي درنا هنايا باش نديرو البخار لوجهنا بخار هو بخار الوجه حمام بخاري حمام بخاري ديال الوجه شوفي تبارك الله هذيك الزهره ديال بابونج كاميليتا ها هي على مزينه هذا شتيها ها هي الكاميليتا ها هي زهره بابونج راه درنا النعناع وكلشي بعواد علاش نحيدو من العواد حنا راه الفايده هي في العواد حتى على مزيناتهم راه ما درنا لك حنا حتى حاجه واختي زيد واحد حاجه عفوا نسيتها الازير هو الازير راه هو قطعنا شويه الازير راه عندي راه غارسه في المحابق برا ودرته لك هنا حتى الازير راه زوين ما حتى حاجه ما واعره غديريها لوجهك اللي تنطفي بها البشره والناس اللي عندها داك حب الشباب وكل يوم فيه كيكونوا عامرين دوك الحبات عفوا سمحوا لي هاد الكلمه ما يديرش يديه ما يحرك صباعه ولا كتمشي عند الصالونات الكوافورات كيديروا لك الماسك كتاخذي كتاخذ على 40 اورو 50 اورو علاش كتنعسي ودير لك غير القطن وكدير داك البخار تيطلع وكتبقى تنقي وتقول لك يلاه سير بحالك علاش ما ناخذش اتاي اللي عندي بالدار راه درت لك الطبيعي رانا حنا انا وريتك انا صورت لك المجفف الشاتايات اللي عندنا الشاي ولكن ها هو الشتي النعناع المعدنوس البابونج لا كاميليتا عندنا شويه الازير والله حتى القرنفل على مزيناتو انا راه ما غنلوحش هذا الشيء ما نكذبش عليك ما نصفي هذا راه صفي وتغسلي به شعرك ديري بحال الشامبون تغسلي به شعرك والجسد ديال كل الناس اللي كتكون عندها شويه الحكه ولا كيتغير الجو من الصيف للخريف ولا من البرد كتفي محل الحكيكه حتى كتجي راه يزيد عليها شويه الليمون والله على مزيناته الجسم كله الجسم كله على مزيناته فايح هذاك النعناع مع القرنفل يا سلام المهم انا غنوريك الطريقه غادي تاخذي اختي واحد هي بسم الله حيدو هادي غادي تاخذي واحد الفيطه تبعي معايا مزيان كيفاش نقول لك غادي نديرو الحمام البخاري الوجه ديالنا اللي تفتح النسمات المسامات ديالنا والبشره اللي كتنظف البشره تنظف البشره ومن بعد غنوريك كيفاش تنظيف البشره ديالنا وتفتح المسامات هذا كيدار ثلاثه مرات في الاسبوع عندك ممكن ديري اثنين ولا اربع والسبت كديري وكتنطفي مزيان وكيكون سخون ما يكونش بارد الا بارد راه داك البخار كيمشي كله في الخوار وكتشدي الفيطه ديالنا ها هي كيف ما كتشوفي واحد الفيطه وكتغطي بها وجهك وما كتخليش داك البخار يتسرب لك لليمين ولا اليسار ما تخليش حتى الهواء يدخل والو كتحني راسك وكتحسي بان وجهك سخون مزيان كتخرجي عاوتاني وكتسرحي شويه وحد سرحي كترجعي ثاني حتى تشوفي داك البخار وجهك معني تا سخون مزيان والمسامات تتفتح لك مزيان ثلاثه المرات ديري وتحيدي وجهك وكتحيدي اختي الطنجره كيف ما كتشوفي غادي نحيدي ديك الطنجره وغادي نجي وغادي نوريك اش غديري من بعد ها هي كتجيبي هذيك تبارك الله شوف الطويجين الصغير على مزيناتو كتاخذي دوك القطينات هما بعد ما كديري ديك العمليه البخار حمام بخاري ديال الوجه ها هو كتشدي هادو هما القطن تيكون عندك موجودين هادو تيكونوا حسن لان ماشي بحال داك القطن الاخر تيكون فيه الصوف والحبيبات ديال الصوف هذا كيكون هذا وكتضغطي بالصبيعه ديالك هما وكتضغطي على البشره ديالك من تحت للفوق واحد النيف من جهه النيف تيكونوا دوك الحبيبات وداك حب الشباب ولا تيكون عندك مثلا بلا ما داك الشيء راه عادي معروف كيكون عندك شويه موسخ الوجه وداك الشيء كتضغطي علينا بخار وجه المسامات مفتحه كتكوني تخدميها بحال شي واحد بحركه دائريه بحال كتماصيها وهو المهم تنطفي بهذا القطن كتحيدي ثاني كيتوسخ هذا كديري ثاني اخر ها هي تتكون تتحسي بان الوجه تنظف مزيان كديري نفس العمليه جوج ثلاثه المرات حتى تنظف لك الوجه مزيان كتضغطي هما بالرسو ديال الاصابع ديال يديك ماشي الكف ديالك ها هما كتبقاي تخدمي حركه دائريه كتجي ثاني كتطلعي فوق ومن جهه ما تنساش من تحت العين راه حيت الوجه داير الحمام البخاري ديالو البخار مزيان منشف وبالاعشاب الطبيعيه اللي شتيها راه اتاي راه اتاي بحال اتاي الخضر ولا هذا والمسائل راه طبيعيه كلها صورتك بلا ما يعاودوا الكلام المهم غتخلي هذه المساله هذه وغنحيدوها وغادي نرجعوا للثانيه هي الطماطم الاملاح اللي فيها راه الطماطم معروفه اللي ما عندوش انا ما بلد صورت لك بالخيار
كيكون في الثلاجة خير بارد، وكتمصي به الوجه في الاخر، كتورتي على كتضغطي على الجبهة وكتضغطي على الوجه ديالك، كتجي من العكس من تحت الذقن ديالك كتطلعي الفوق حركة دائرية على الوجه، كتمصي مزيان حيت كتبردي على داك البخار اللي كنتي دايراه، وكتكوني مرتاحه لان ما تخافيش الا كان وجهك حمار ولا حميرار ولا داكشي، ما تخافيش راه غادي تبردي، لان بخار هذاك راه حمام على الصاون، راه تنقولوا الصاون حمام بخاري. المهم بحال كنتي فلا كتعمي في الحمام ديال الزنقه، عرفتي الحمام اللي كنمشيو ليه وكتحكيو بالخرقه وداك الشيء كيكون بخار ومجهد شويه، راه المسامات كتكون مفتوحه ومهيئه الماسكات ومهيئه لكل شيء. انا اليوم درت لكم مطيشه اللي الطماطم ديالنا اللي فيها الاملاح معروفه ومجهده، راه كتكون القالب والناس اللي كياكلوا الطماطم تكون عندهم امراض بزاف، كيقول تستعمل الطماطم، الطماطم راه تعيب فوائد كثيره، وهذا الموضوع ما نطرقوش لان حنا الموضوع ديالنا هو اللي غنرجعوا اليوم هو حمام بخاري للوجه ديالنا وتنظيف المسامات. المهم اللي عنده الخيار يديرو تباكو ويكون بارد من الثلاجه، راه الطماطمه هذه اللي عندي جبتها من الثلاجه وغتبرد لك على داك وجهك، واللي ما عندوش اختي كيدير حتى الثلج، هذوك الضامات ديال الثلج زوينين، وعرفتي وجهك علام الزينه تتولي يا سلام، وتقبلي علينا وديروا لنا لايك 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 لايك، شكون نسيتوني درت لكم جوج ماسكات كندير لكم كلشي طبيعي، وتهلاو فيا باش نتهلا فيكم، راه عندي المزيد، راه اختكم قلت لكم رياضيه وعندها مع الطبيعه والصاونا والرياضه، هذا هو المجال سبحان الله كل واحد والحرفه ديالو. المهم شكرا، وتقبلوا منا هذا اللي درنا لكم اليوم ديال الوجه، هو حمام بخاري، نقولوا حنا الصاونا درنا اليوم الوجه حمام بخاري، وان شاء الله تكونوا قبلتوا علينا وحاولوا تجربوها، راه هذه بتجربه، راه انا كنقول لكم هذا من التجريب ديالي، ملي كنشتغلت الصاونا هي عرفتي والحمام بخاري هي عرفتي، وغادي نجيب لكم واحد النهار ان شاء الله تصويره ونوريكم الساونا ونوريكم كيفاش. المهم الى اللقاء في فيديو جديد، لايك جديد، ايوا لايكوا لينا وما تنساوش لوك جديد وفيديو جديد، وما تنساوش لايك لايك لايك، ومع السلامه.